اليوم لورد كاميرون تشرف بأن التقى بالسيد الرئيس، تركزت المباحثات حول العلاقات الثنائية، ولكن طبعا قدر كبير من هذه المباحثات كانت تتركز حول التطورات الخاصة بغزة واستمرار الوضع الإنساني المأساوي اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني المدنيين في غزة، أهمية الوقف إطلاق النار، أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة، والعمل المشترك في إطار إصدار قرار جديد من مجلس الأمن، قرار إنساني في المقام الأول يتعامل مع نفاذ المساعدات بشكل يلبي احتياجات المدنيين في غزة. بالتأكيد أنه للمملكة المتحدة وعضويتها الدائمة بمجلس الأمن يضع عليها مسؤولية خاصة في تناول قضايا سواء كانت فيما يتعلق بغزة أو القضايا الأخرى في منطقتنا، وكانت محل أيضا تناول خلال مباحثات لورد كاميرون مع السيد الرئيس أو خلال مباحثاتنا المنفردة والموسعة التي عقدت، الأوضاع في السودان، في ليبيا، العمل في إطار تدعيم علاقتنا الثنائية في مجالات الاقتصادية كلها، أيضا قضية الهجرة وإقامة حوار فيما بين البلدين لتناول قضية الهجرة، سواء ما تبذله مصر في رعاية عدد كبير من المهاجرين على أراضيها، أو الخطوات التي اتخذتها للتعامل مع منظمات الجريمة المنظمة العاملة في هذا المجال، أو في إطار توفير البرامج التنموية للحد من احتمالات الهجرة من الأراضي المصرية. بالتأكيد أنه هناك اهتمام أيضا على الجانب البريطاني بهذه القضية، والتعاون بشأنها مهم للبلدين طالما يتم من خلال هذا التعاون تحقيق مصالح متساوية تلبي احتياجات كل منهم. مرة أخرى برحب باللورد كاميرون وبتطلع إلى استمرار التواصل معه خلال الفترة القادمة لتحقيق المصالح في اتصالا بالأوضاع الإقليمية المتوترة، ولكن أيضا في إطار دعم العلاقات الثنائية. بشكره على هذه الفرصة التي أتيحت لتناول كل هذه القضايا معه. تفضل. Well, thank you. It's very good to be back in Cairo and very good to be back working on the أعمل على العلاقات المصرية البريطانية، وهي علاقات هامة بالنسبة لنا، لكن كان من دواعي سروري أن أقابل معالي فخامة السيد الرئيس السيسي، وخصوصا في ظل فوزه بالانتخابات الرئاسية الحالية. أود أن أبدأ بشكرا، أود أن أشكر مصر بعملها العظيم الذي تقوم به مع الهلال الأحمر في إطار المساعدات التي تمدها إلى غزة، أيضا العمل على تخفيف الأعباء الموجودة على المستشفيات التي تعمل في غزة، ونحن نعمل دوما على تعظيم المساعدات وأن نعمل سويا. نحن مستثمرين من كبار المستثمرين في المنطقة وفي مصر، ونود أن يستمر هذا الوضع. أيضا قمنا بمناقشة الوضع في المنطقة والوضع في غزة، وهناك ناحية مهمة هنا تتعلق بمصر وهي ناحية المساعدات، ومنذ بدء
is properly open for trucks to go in with aid. نحن نعمل على تأكيد أن معبر رفح هو مفتوح بصفة دائمة من أجل نقل المساعدات إلى غزة، وأيضا المعبر الخاص بالأردن الذي معبر شلوم الذي هو أيضا يقوم بنقل المساعدات إلى غزة، وهناك أيضا مساعدات تأتي من قبرص من خلال سفن بريطانية لنقل مساعدات إلى غزة، ونحن نعمل على هذا الصدد أيضا، وكل ما يمكن فعله يتوجب علينا فعله لمساعدة الناس في غزة على كل مستويات. نحن نتحدث عن قرار مجلس الأمن، ونحن حريصون على أن نرى أن يتم اتفاق تام بخصوصه، ونحن بحاجة لرفع مستوى المساعدات وأن نقوم بإيصال المساعدات بأرقام أكبر، وهو ما نحاول أن نقوم به وأن نصل إلى قرار بالإجماع في نيويورك في مجلس الأمن. لقد رأينا في الفترة الأخيرة الأخطار التي تعرض لها السفن البحرية، لذلك من المهم أن تكون ممرات السفن البحرية التي تنقل البترول والبضاعة الاقتصادية أن تكون آمنة، وأن لا تحدث هجمات على تلك السفن، وتحاول المملكة المتحدة أن تساعد في هذا الإجراء، وأن تكون ممرات البحرية آمنة ومفتوحة للجميع. وكما قال معالي الوزير، لقد كان هناك محادثات جيدة بخصوص الهجرة، نحن أصدقاء، دولة مصر والمملكة المتحدة أصدقاء، ونحن نعلم أن هناك أرقام لاجئين ضخمة في مصر، وسيكون من دعوة سرورنا أن نساعد في هذا الأمر، لأن هذا أمر هام لعلاقتنا الثنائية. ولكن فوق كل شيء، ما نواجهه هنا اليوم وما نتحدث عنه هو الأزمة الإنسانية الكبيرة في غزة. هناك كثير من الأشخاص الذين لديهم أقارب يعيشون في غزة، وهم يتعرضون للجوع ويتركون فريسة للأمراض. وقامت بريطانيا بالفعل بمنح 75 مليون دولار في شكل مساعدات، ونحن سنرى كيفية إدخال هذه المساعدات إلى غزة، وجزء من عملي والتزام بريطانيا هو أن إذا كان هناك حاجة لمساعدات بصورة أكبر فسنقوم نقوم بذلك، وهذا أمر هام جدا، وذلك من خلال مجلس الأمن والعمل على إدخال هذه المساعدات إلى غزة بصورة أو بأخرى، وذلك على النطاق القريب، على الأمد القريب، ولكن على الأمد الأبعد نحن نحاول أن نجد طرق لجعل الهدنة أكثر استدامة، ولكن أولويات توجهنا هنا اليوم أن نقوم بنقل المساعدات الطارئة إلى غزة. سامح شكري، سؤال لوزير خارجية مصر بسنت، أستاذ بسنت من وكالة أنباء الشرق الأوسط، تفضلي. سيادة الوزير، هل تطرقت المباحثات بين سيادتك ووزير خارجية البريطاني اليوم لمشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية على مجلس الأمن بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؟ وهل لك أن تطلعنا على سبب تكرار تأجيل التصويت على هذا على مشروع القرار لأكثر من مرة؟ شكرا. بالتأكيد هذا الموضوع تم تناوله خلال المباحثات. معالي وزير الخارجية مطلع على التطور، هذا المشروع يتم التداول حوله الآن لما يزيد عن شهر كامل، والقرار كما أوضحت هو قرار في المقام الأول إنساني، قرار متصل به
كيفية الصراع وكيفية زيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية الحادثة في قطاع غزة. أيضا بيتضمن تعليق الأعمال العدائية لتوفير الفرصة لدخول المساعدات، وبالتأكيد أن الموقف العربي الإسلامي كان في المقام الأول هو وقف العدائيات بشكل كامل. درجة الدمار التي لحقت بغزة الآن ضحايا يزيد عن 20,000، منهم حوالي 8,000 طفل. هذه أوضاع في الحقيقة غير مقبول أن يتعامل معها المجتمع المدني خارج الإطار الإنساني، خارج القواعد الحاكمة للقانون الدولي الإنساني، ويكون هناك استمرار لمثل هذا التدمير. 70% من المساكن دمرت، استهداف المنشآت الصحية واستمرار استهدافها، عمليات النزوح من الشمال إلى الجنوب، والآن تعرض الجنوب الأوبئة اللي ربما تنشأ، والحالة الصحية وعدم توفر الأدوية. كل ذلك يقتضي بأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليته، وهذا هو الغرض من القرار. الغرض من القرار أيضا بأن تزال العقبات التي شاهدناها خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع الآن. حجم المساعدات المتوفرة والمكدسة في العريش في المعبر وعدم قدرتها على الدخول نظرا لإجراءات مطولة تتخذ في ضرورة الكشف والتفتيش عنها، يجعل أهمية ويتعامل القرار مع هذه الجزئية من خلال وضع الثقة في منظمة الأمم المتحدة بأن تطلع بدورها في زيادة حجم المساعدات، في التأكد من أنها مساعدات في النطاق الإنساني، أنها لا تحتوي على أي مواد قد تستخدم لأي أغراض أخرى. وتصور أن المنظمة وثقتنا فيها لهذه الأغراض أنشأت المنظمة. منظمة من يطلع بالمسؤولية بها مفروض فيهم الحياد، وإلا فقدت المنظمة مصداقيتها. فأن يكون هذا الأمر أمر محل تناول في الحقيقة هو يدعو لقدر كبير من الاستغراب من جانبنا. كنا نتصور أن يتم اعتماد القرار بشكل أسرع يلبي احتياجات الإنسانية. عندما يتحدث المجتمع الدولي عن الأوضاع في الإنسانية في العالم، في الحقيقة دائما نشعر أن هناك اهتمام كبير في هذه الأوضاع. نتساءل لماذا هناك هذا القدر من الاستيعاب والتباطؤ في تناول الأمر وفي وصفها بأوصافها الحقيقية. لكن أيضا نفهم قضية المعادلات السياسية القائمة في مجلس الأمن، نتعامل بمرونة بالغة. المجموعة الإسلامية العربية التي تتفاوض حول القرار أبدت كثير من المرونة، قبلت كثير من التعديلات على النص من مختلف الدول الأعضاء للحصول على تأييدها ورضاها على القرار. القرار حتى الآن يحصل على 70 دولة تدعمه وتتبناه. ده في حد ذاته دليل على مدى أهمية القرار للمجتمع الدولي ويجب الإسراع فيه. نأمل أن تؤتي المفاوضات اليوم والمجموعة العربية الإسلامية منفتحة على كل التعديلات اللي تطرح، تعمل بشكل وثيق مع الأعضاء مجلس الأمن في وضع نص يلبي الاحتياجات الإنسانية وأيضا يراعي الاعتبارات السياسية، ولكن بالتأكيد أنه لن تعلو الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية. وعندما نرى الأطفال يموتون، عندما نرى التدمير والمعاناة التي نشاهدها كل يوم، تصور أنه الاعتبارات الإنسانية يجب أن تكون هي المحرك الرئيسي، وهذه المسؤولية نفترض أن يكون أيضا حريص عليها كافة أعضاء المجلس.
سؤال وزير خارجية المملكة المتحدة الأستاذ أحمد جمعة تفضل من اليوم السابع. شكرا جزيلا يا فندم. أحمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع. سؤالي للوزير ديفيد كاميرون. 76 يوم من المجزرة في قطاع غزة، نحن كجيل لم نشهد الهولوكوست الذي تعرض له اليهود، لكننا نشهد هولوكوست ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة. 75 ألف شهيد وجريح ومفقود حتى هذه اللحظة. بماذا تردون على الاتهامات الموجهة إلى الغرب بالازدواجية في التعامل مع المعايير؟ فرق كبير في التعامل ما بين ما يحدث في أوكرانيا وفي غزة. الشق الآخر من السؤال، تحدثت أنكم تدعون لوقف إطلاق نار وإدخال المزيد من المساعدات، لكن بريطانيا نمط التصويت غير مفهوم في مجلس الأمن، تقاطعون مشروع القرار الذي نسعى لتمريره، علما أن بريطانيا سبب رئيسي في هذا الصراع منذ عام 1917 وحتى الآن. شكرا جزيلا. Well, thank you for that question. First of all, on the Security Council, the UK is playing a very constructive role in trying to build consensus for a resolution, which is effectively all about humanitarian. من اليوم الأول مع الحكومة الإسرائيلية، وسأستمر في فعل ذلك، لأن بريطانيا تقوم بعمل مساهمات وبإمكانها أن تقوم بعمل مساعدة أكبر إنسانية أكبر، وهذا ما هو نحاول أن نعمله، ونحن نفخر ونثني على ما قام به المصريين في هذا الشأن. ولكن ما أقوله عن أوكرانيا وغزة، أنا لا أقبل أن يقال أن هناك معايير مزدوجة عندما يتعلق بأوكرانيا وغزة. فما حدث في أوكرانيا هو أن روسيا قامت بدولة، قامت بغزو دولة أوكرانيا، وقامت بتدمير وقامت بترويع المواطنين، وكانت أوكرانيا هي سلة قمح العالم، وأرى أن كل الدول يتوجب عليها أن تدين ما قامت به روسيا وأن تساعد أوكرانيا حتى تنتصر في هذا الصراع. ولكن واضح ما نراه بين غزة وإسرائيل، فنحن نرى مأساة. ولكن يتوجب علينا أن نتذكر 7 أكتوبر عندما عانت إسرائيل من كثير من هجمات المماثلة لهجمات 11 سبتمبر و7 من يوليا في بريطانيا. ما أقوله وما أقوله بس بوضوح أن على الإسرائيليين أن يقوموا بالتزام بالقوانين الدولية، وأن يقوموا بالتقليل من عدد الضحايا. ودعوني أكون صريحا، ما أريده هو أن تنتهي هذه المشكلة وهذا الصراع، وأن لا تتمكن حماس بعد الآن من إطلاق الصواريخ، وأن يكون أمامنا حل دائم أكثر، وأن يكون هناك سلام واستقرار، وأن تكون حدود إسرائيل آمنة، وأن تكون حدود غزة آمنة. هذا هو ما نسعى إليه. ولكن في الوقت الحالي ما نريد أن نركز عليه هو إرسال المساعدات إلى غزة، وأن نقوم بإخراج الرهائن. أريد أن أرى كل الرهائن يطلق سراحهم، وأن أرى الرهائن البريطانيين يطلق سراحهم أيضا. هذا هو موقف المملكة المتحدة. أستاذ سوزي جنيدي تفضلي، أهرام العربي. شكرا. سؤالي لكلا الوزيرين لو يسمحوا، حوالين أمن البحر الأحمر. هذا أمر مهم جدا يؤثر على مصر ويؤثر على الملاحة في العالم كله. هل هناك حديث حول التعاون بالنسبة لهذا الموضوع المؤثر جدا في كل المنطقة؟ شكرا. نحن نشترك في المبادئ الخاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، والبحر الأحمر طبعا دائما الدول المشاطئة للبحر الأحمر تطلع بمسؤولية في إطار تأمينه.
ونستمر في التعاون مع كثير من شركائنا لتوفير الظروف الملائمة لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، وطبعا تيسير النفاذ إلى قناة السويس. تحدثنا في إطار المبادئ، المملكة المتحدة عضو في تشكيل لوحدة بحرية جديدة في هذا الإطار. مصر لها علاقات وتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ونستمر في التنسيق والحديث في أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة وضمان السير للمنتجات ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد. Yes, to directly answer your question, we did discuss the security of the Red Sea, and as I mentioned, this is what Operation Prosperity Guardian is all about. It's many nations taking part. هناك عدة دول تشارك في قوة بحرية، وبريطانيا قامت بالمشاركة في هذه القوة وإرسال سفن، وهم جدا أن نؤمن البحر الأحمر، وهذا هم لمصر وهم لبريطانيا وهم للعالم، وإلا ستتأثر سلاسل الإمداد وستوقف البضائع وسيحدث هناك تضخم، ولن نسمح بحدوث هذا. لذلك فإن هذه عملية الحفاظ على الممرات المائية أمر الهام، ونحن نركز هذا الأمور بجدية ليس فقط لنا ولكن للجميع. لذلك نحن لا نستثمر فقط في هذه العملية، ولكننا نوضح تماما أن خطورة قيام إيران بمساعدة الجماعات التي تهاجم مثل هذه السفن يتوجب منع ذلك تماما. مساء الخير، أنا هسأل معالي الوزير، يعني سامح شكري ومعالي الوزير لورد كاميرون. معالي الوزير، أنتم تستضيفون، مصر تستضيف وفد من حماس. مصر تقوم بدور كبير جدا ليس فقط في إدخال المساعدات ولكن كوسيط. بنسمع من كل حين وآخر وجود هدنة، تبادل أسرى، ونكرر ما تم من قبل، ولكن بعدها إسرائيل بتضرب يعني القتلى والضحايا والشهداء بيزيد يوم عن يوم. ما الذي تم التوصل إليه بغض النظر عن ما يقوم به مجلس الأمن في هذا الصدد؟ وسؤالي الثاني للورد ديفيد كاميرون عن حل الدولتين، وكيف ترون هذا الحل؟ هل في مؤتمر للسلام؟ مصر عقدت بالفعل مؤتمر للسلام هنا في القاهرة بعد الأحداث بفترة وجيزة، ولكن هناك مطالب بعقد مؤتمر للسلام يناقش حل الدولتين ويناقش إعادة الأعمار في غزة. شكرا. فيما يتعلق بالشق الأول للسؤال، فالتأكيد أن الجهود اللي بتبذلها مصر بالتعاون مع شركائها منهم دولة قطر، وأيضا اتصالاتها مع شركاء دوليين في إطار التعامل مع قضية الرهائن. لكن الموقف المصري دائما يركز على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار. الأوضاع الحالية واستمرار هذا الصراع والهدف المعلن منه كلها لا يمكن أن تبرر الوضع الإنساني المتفاقم الحادث في قطاع غزة. قضية الرهائن قضية مهمة، قضية نعمل ونجحنا خلال فترة الهدنة بأن يتم الإفراج عن عدد من الرهائن. نقدر حساسية الأمر ونقدر أيضا ارتباط ذلك بمصالح المدنيين في غزة، فالأمور متشابكة، وقدرتنا على التواصل سواء مع حماس، مع إسرائيل، مع التنسيق مع شركائنا العرب والدوليين، نستمر في أن نطلع بهذا الدور لأهميته، لأنه مكون بالتأكيد في هذه الأزمة يجب التعامل معه، ولكن هو مكون ضمن مكونات كثيرة أخرى. وهنا ربما أشير إلى أنه الأحداث في 7 أكتوبر هي ليست بداية هذا الصراع، هناك حالة احتلال قائمة
معترف بها دوليا لأراضي فلسطينية منذ 67، وبالتالي هناك حالة احتلال، هناك دولة تحتل أراضي دولة أخرى. فهنا ربما المقارنات التي تطلق أيضا إلى حد كبير في محلها. الأمر الآخر هو قضية حل الدولتين. نحن على مدى 3 عقود نتحدث عن حل الدولتين، الأطراف يتفاوضون في حل الدولتين، أطر للتوصل إلى حلول حول كثير من المسائل تم التوصل إليها بين البلدين، ولكن ليس هناك إرادة سياسية سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية أو من قبل المجتمع الدولي لإنفاذ حل الدولتين، وبالتالي نجد هذا الصراع المتكرر، هذا العنف المتكرر، هؤلاء الضحايا من المدنيين على الجانبين يتكرر وتأثيره على استقرار المنطقة بصفة عامة. وبالتأكيد أنه لابد أن هذه الأزمة، أزمة بأبعادها السياسية والإنسانية، لابد أن نكثف ليس من دعوتنا أو اتساقنا مع الشرعية الدولية في إطار ما نراه من ضرورة الوصول إلى دولتين يعيشان في سلم وأمان جنبا إلى جنب، لكن ماذا سوف نفعل لتنفيذ هذا الأمر؟ الأمر لا يحتمل أن مجرد يكون أمل وكل الإجراءات على الأرض تجعل حل مستحيل. التوسع في الإجراءات الإحادية، العمليات الاستيطانية، لن تبقى أراضي فلسطينية لتقام عليها دولة فلسطينية. فلابد أن المجتمع الدولي يكون له مصداقية عندما يتحدث الآن حول إنهاء هذا الصراع حتى لا يتكرر، ورفع المعاناة عن كل من الشعب الفلسطيني والإسرائيلي بأن يكون هناك نفاذ. لدينا الآليات، ورأينا كيف يتعامل مجلس الأمن عندما يكون هناك إرادة سياسية، عندما تعامل مع غزو العراق للكويت كان هناك إرادة سياسية أدت إلى قرارات صادرة تحت الفصل 7 من الأمم المتحدة. لهذه المواقف أنشأت الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة عجزت على مدى 70 سنة الماضية من تتعامل مع هذه القضية لافتقاد الإرادة السياسية سواء لدى أطراف الصراع أو لدى المجتمع الدولي. Well, thank you. You asked me specifically about شكرا جزيلا. لقد سألتيني عن حل الدولتين. دعوني أؤكد أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين، ولكن يتوجب علينا أن نسأل أنفسنا كيف سنمضي قدما من موقفنا هنا اليوم، من مكاننا هنا اليوم إلى ذلك الحل المستقبلي. ما يحدث هنا الآن وما حدث مؤخرا يجعل هذا الأمر مستحيلا. هذه لقد قلنا أن لا يتوجب على إسرائيل احتلال غزة، ولا يتوجب جعل الشعوب تنزح من أماكنها، ولكن هناك رابط بين الأمور التي التي ستحدث بعد إنهاء هذه الأزمة التي نعانيها الآن، وهناك من جانب وأيضا أن يتم إصلاح هيكل السلطة الفلسطينية، وأيضا وهذا مرتبط بإنهاء العنف الذي تم من جانب أيضا حماس. وفي هذا الإطار ستظل المملكة المتحدة في لعب دورها من أجل ذلك. شكرا.